حليم ويلهم أسرته صبر وسلوان، أكيد يعني خبر مؤسف لكل الأهلاوية. طيب بعد الفاصل إن شاء الله هيكون معايا الناقد الرياضي الجزائري أستاذ خليل لعمش الصحفي بجريدة الهداف الجزائرية، وهنتناول وهنتكلم بكل التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي ووفاق سطيف، هذه المباراة الهامة جدا جدا جدا. استنونا بعد الفاصل. كلمة كابتن محمود الخطيب. يعني في البداية يمكن في خلال الأسبوعين اللي فاتوا النادي الأهلي فقد ثلاثة من ولاده اللي تربوا جوه النادي، كابتن حازم كرم، كابتن عادل هيكل، كابتن صبط وحليم رحمة الله عليهم. يمكن الكابتن صفوت انا يمكن يعني تزامنت معاه في الملعب رحمه الله عليه، تزامنت معاه في الملعب كتير يعني، فقربنا قوي من بعض. واللي انا يمكن عايز اقوله، عايز اقول ان صفوت للي ما يعرفوش او اللي ما شافش صفوت، صفوت واحد من احرف من لعب الكره في مصر، لاعب ما يتكررش تاني. الناس يمكن دلوقتي فاكره مثلا انيستا مثلا، هو صفوت ده كده، صفوت ده كان انيستا، بس يمكن الفرق القوه والسرعه بس، لكن صفوت لعيب فعلا من اللعيبه ما تتكررش تاني. انا شخصيا وانا في الملعب كنت احب اشوفه، احب اتفرج عليه، وهو في الملعب معانا في الفرقه انا بقى مطمن، مطمن للنتيجه ومطمن للاداء، لان صفوت فعلا يستطيع ان هو يعني يتحكم في الاداء. صفوت رحمه الله عليه انسان خلوق جدا، صفوت انسان بسيط جدا، احنا كنا قريبين من بعض قوي، وما زلنا طبعا الحياه والموت فرقنا، او الموت والحياه فرقتنا، لكن صفوت انا يعني يمكن بقول لكل من ينتمي للنادي الاهلي، جماهير ومسؤولين واعضاء، بقاء الله وبقاء الله في ولاد واحد من ولادكم اللي كان الحقيقه من النماذج لعيبة الكرة اللي ما بتتكررش تاني يعني. صفوت كنا قريبين من بعض جدا، وصفوت في الملعب وخارج الملعب، والحقيقة مرض لفترة طويلة جدا، مرض دوت إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله يعني يكون دوت في ميزان حسناته ورفع درجات لي بإذن الله. لكن النهاردة لما وقفنا قدام القبر وجثمان صفوت نازل، الحقيقه قعدت افكر في اللي احنا عايشينه، في الحياه اللي احنا عايشينها. قعدت افكر وقلت يعني عايز اقول للناس كلها يا جماعه، الدنيا دي ساعه، حتى لو ساعه دي طولت شويه لكن هي ساعه، لازم نفتكر ربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا كلنا. انا بقول الكلام ده لنفسي، وبقوله لاسرتي ولاولادي والاهلي ولاخواتي وكل اللي انا بحبهم، اللي هو كل البلد وكل اللي بيحبوني. ربنا سبحانه وتعالى المدة قريب مننا كلنا، وربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا عشان نحاول بقدر الإمكان يعني من أعمالنا، يمكن يا ربنا يعني يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، ونأمل في هذا وندعو كلنا لهذا يعني. فالدنيا مش دايما لحد، واللي دايما بس إنك أنت تبقى إنسان تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، تعمل أعمال صالحة إن شاء الله. كل دوت أنا بس بقول إن أنا اللي أنا شايفه في الحياة دلوقتي، الصراعات يعني مش عايز أتدخل في حاجاتي، لكن ده كل ده ليه؟ ولغاية إمتى؟ ده ممكن الدنيا في لحظة تنتهي، لغاية إمتى يعني؟ فالبقاء لله. النادي الأهلي الحقيقة يمكن فخور بأولاده وكل من ينتمي ليه، سواء على يعني على قيد الحياة أو توفاهم الله. كل رموزنا اللي توفاها الله، كل أولادنا اللي توفاهم الله، ورموزنا وكباتننا الكبار اللي رحلوا عننا، أعتقد بنفخر بيهم لغاية النهاردة. هو ده النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما هبقى فخور بأولاده من 1907 لغاية إلى نهاية العمر يعني إن شاء الله يعني. ألف رحمة ونور على صفوت، لأن فعلا صفوت من الحاجات اللي أثرت فينا جدا النهاردة الصبح.